تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية مثمنا جهود الأكاديمية التي تبذلها خاصة في تلك الفترة الصعبة، مضيفا أن الأكاديمية دورها لا يتوقف على تأهيل وإعداد الطلبة، وإنما تقوم أيضا بدور في إعداد كوادر تعمل داخل مؤسسات الدولة المختلفة. كما أكد الرئيس السيسي أن سياسة مصر الخارجية ثابتة ولن تتغير، وتتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحا أن مصر دائما تسعى أن تكون عاملا إيجابيا كما حدث في الأزمة السودانية وعقد مؤتمر دول الجوار لإنهاء معاناة الأشقاء في السودان. كما قال الرئيس السيسي أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول هي نتاج أزمة عالمية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على إصرار الدولة على إيجاد حلول نهائية من خلال خطة طموحة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي والزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية. ثمنت قيادات حزبية القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، مؤكدين أن القرار يؤكد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية. توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية وإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية ورفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها، وتم التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد، مشددا على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. قالت وزيرة الدولة للهجرة سهى جندي أن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، موضحة أن المرحلة الجديدة من المبادرة ترتكز أيضا على الحضارة المصرية التي تبهر العالم من خلال عدد من الفعاليات من ضمنها معسكر أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى توفير بيئة داعمة للمرأة في كافة القطاعات، مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع الخاص، وذلك من خلال التدريب الجيد وتطبيق آليات الحماية التأمينية والمساهمة في تيسير الخدمات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة. أعلنت وزارة الصحة تقديم 168,719 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة يوم أمس، موضحة أن الخدمات تضمنت 7,193 خدمة لدعم صحة المرأة والكشف على 435 طفلا لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة، فيما قدمت 26,461 خدمة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. توافد المواطنون بكثافة على منافذ مبادرة كلنا واحد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات التي تعكس تطور الفكر الأمني للوزارة وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة.